ما لا يقل عن 3 أشخاص قتلوا وأصيب 6 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة بسبب قصف روسي حسب الإدارة العسكرية في كييف. القصف الروسي امتد ليطال حسب ذات المصدر منشآت للطاقة بالعاصمة كييف متسببا في انقطاع الكهرباء وإلحاق أضرار بالبنية التحتية بمناطق متفرقة من أوكرانيا. الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أشار في مقطع فيديو إلى أن أوكرانيا ستعيد بناء البنية التحتية التي تضررت بسبب الضربات الجوية الروسية، واصفا الشعب الأوكراني بأنه شعب غير قابل للكسر.